الباك اوفيس بقى اللي هو بنتكلم عنه، ان انا عربيتي بسجلها اللي انا رايح عايز اعمل التوكيل لبيعها لازم تبقى موجوده جوه قاعده بيانات عظيمه، وانا نفسي موجود جوه قاعده البيانات اعظم، والمشتري في قاعده البيانات اعظم واعظم. قواعد البيانات النهارده هي كلمه السر، واعتقد ان سياده الرئيس اتكلم عنها مرات عديده. هذه القواعد مع الوزير بيكلمنا عن دقيقتين وثلاث دقائق، يمكن يبقوا دقيقه ونص دقيقه، ويمكن ابقى مش محتاج اجي. لما تكتمل هذه القواعد احنا فين منها؟ يعني اشكرك على هذا السؤال. طبعا حضرتك ملم ب يعني اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا واضح من السؤال، لانه منظومه مصر الرقميه لا يمكن ان تبنى دون ان يكون لها قاعده راسخه من البيانات. هذه القاعده او ما نسميها البنيه المعلوماتيه المصريه عباره عن ربط اكثر من 70 قاعده بيانات، هي كل قواعد البيانات الموجوده لدى الحكومه المصريه ربطت ببعضها البعض بحيث تنتج شخصيه رقميه متكامله لكل مواطن. ادي لحضرتك مثال يمكن كلنا رقبناه مع بدايه الجائحه. السيد الرئيس وجه بضروره صرف اعانه او مكافاه للعماله غير المنتظمه. لم يكن ليتاتى لنا ان نصرف هذه المكافاه للعماله غير المنتظمه دون ان نكون ملمين مدركين كاملا لمن يستحق هذه المكافاه. هذا هو يعني كانت ناجحه بنسبه 100% 90%، مفيش حاجه بنسبه 100% لكن يعني لكن اكثر من 90% يعني كما توقعت كما تمنيت. الحمد لله. ليه؟ لانه احنا بقى لدينا فهم كامل لكل مواطن بظروفه بامكاناته باحواله من خلال البنيه المعلوماتيه، من خلال ربط قواعد البيانات وتكاملها. حين وجه السيد الرئيس بصرف مكافاه للعماله غير المنتظمه كان يسيرا علينا ان نطبق معايير التي تقررت ونقرر من يستحق هذه المكافاه، ثم نتواصل مع المواطن من خلال رقم جهازه المحمول المسجل في ده تم، بحيث انه حتى اليات الصرف وديناميكيته روعي فيها طبعا ظروف الجائحه، والا يحدث تكدس في منافذ الصرف، وان يكون الصرف محددا في ايام بعينها لكل شريحه، بحيث انه تصرف المكافاه على نحو حضاري منظم يليق بالمواطن المصري ويقي من شرور العدل. ده مجرد مثال للبنيه المعلوماتيه. لدينا امثله كثيره وعديده اللي من خلالها استطيع ان ابرهن انه كل ما لدى الحكومه المصريه من بيانات عن كل مواطن مجمعه. يعني عندنا دلوقتي قاعده البيانات الموحده اللي طالب بها سياده الرئيس بنسبه قد ايه اكتملت؟ هي اكتملت في ربطها. التحدي الاكبر لنا الان هو تنقيه البيانات وتدقيقها، لانه طبعا البيانات مدخله بنسق يدوي خلال سنوات وعقود طويله، طبيعه الخطا البشري يعني موجوده فيها، ومن ثم التحدي هو كيفيه تدقيق قواعد البيانات وتنقحها والتأكد من سلامتها لكي نبني عليها قرارات كقرارات مكافأة العمالة غير المنتظمة.